توجيه عاجل من السفارة المصرية في مقديشو بتحذر فيه المصريين من السفر لإقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الفيدرالية بسبب عدم استقرار الوضع الأمني هناك وحفاظاً على سلامتهم، وطلبت من المصريين اللي موجودين في الإقليم المغادرة في أقرب وقت ممكن عن طريق مطار هرجسة، لأن الوضع الأمني الحالي بيحد من قدرة السفارة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك. وبالنسبة للمصريين اللي ناويين يروحوا أي إقليم من أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، فالسفارة شددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات اللي بتحددها السلطات المختصة في حكومة الصومال الفيدرالية. يوم 14 أغسطس اللي فات مقديشيو وقعت اتفاق عسكري مع مصر، واللي عرضت إنها تنضم لقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال في 2025 وفي آخر الشهر نفسه. ثلاث مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قالت إن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال لأول مرة من أكثر من 40 سنة. الحكومة الصومالية اتهمت إثيوبيا إنها بعثت شحنة غير مرخصة من الأسلحة والذخيرة لولاية بوتلاند شبه المستقلة، وقالت إن ده بيعتبر انتهاك لسيادة الصومال وتهديد للأمن الإقليمي. التوتر بين الدولتين في منطقة القرن الإفريقي زاد في أول يناير 2024 لما أديس أبابا وقعت اتفاق مع إقليم بوتلاند، والاتفاق ده بيدي إثيوبيا اللي ما عندهاش سواحل منفذ بحري هي بتسعى ليه من سنين. إقليم بوتلاند عنده إدارة ذاتية كبيرة من سنة 1998، وفي يناير أعلن المسؤولين هناك إنهم هيتصرفوا كدولة مستقلة بسبب الخلاف مع الحكومة المركزية على تغييرات دستورية.